بسم الله الرحمن الرحيم. حلقتنا النهاردة هنتكلم على ازاي نربي الورد البلدي او الجوري. الورد البلدي هو الورد الجوري، عشان بس نبقى ايه موضحين النقطة دي. احنا في الحلقة رقم 33 اتكلمنا على التكاثر بالنسبة للورد الجوري. اما النهاردة في حلقتنا النهاردة هنتكلم ازاي نراعيه، ازاي نديله الاحتياجات بتاعته، ازاي ناخد منه زهرة كويسة، وازاي نعرف نحطه في المكان المناسب. اول حاجة، الوطن العربي وطن كبير ومساحته كبيرة، يبدأ من الخليج لغاية المحيط في دولة المغرب العربية. يبقى لازم التنوع الكبير ده او المساحة الكبيرة دي فيه تنوع في درجة الحرارة، فيه تنوع في الرطوبة. فاحنا عندنا لازم نراعي النبات اللي احنا بنجيبه نحطه فين، في المنزل او في الحديقة. ليه؟ ان كل نبات ليه احتياجاته. فاحنا عندنا الورد من النباتات العظيمة والقديمة، ان احنا اكتشفنا في بعض الحفريات وجود ظهور الورد. الحفريات دي يعود عمرها ل 35 مليون سنة فاتوا كان في ورد على الكرة الأرضية، أو من أوائل الدول اللي استعملت الورد في التزيين والزراعة والكلام ده كانت دولة الصين من 5000 سنة. كمان لقينا في مقابر الفراعنة في الحضارة المصرية القديمة برضو بعض الآثار عليها ظهور الورد. معنى كده ان كان منتشر في جميع انحاء الحضارات القديمة. طيب ليه انا بقول لكم دايما الحاجات دي؟ ان احنا نبقى عارفين عظمة النبات، عظمة الكائن الحي اللي احنا بنتعامل معاه، ولازم نحترمه. ان دايما عايز اعمل لكم حلقة على الاحساس بمشاعر النبات. النبات فيه نقول مصادر إحساس، بيعرف مين صاحبه، مين اللي بيرعاه، مين اللي بيأكله، مين اللي بيشربه، مين اللي بيأذيه وبيأثر عليه. هقول لكم في حلقة بإذن الله عن موضوع الإحساس في النبات وإزاي نعرف النبات بيحس بينا ولا لأ. هنقول إن الورد الجوري أو الورد البلدي منه حتى الآن تقريبا 150 نوع من الورود. وفي معلومة لازم نكون عارفينها، كل وردة زهرة وليس كل زهرة وردة. يعني ايه معنى الكلمة دي؟ ان الورد من عالم النباتات، فانت عندك الورد بالمنظر ده اسمه ورد، بس مثلا الجهنمية الزهرة بتاعته ما اسمهاش ورد. البليانطة أو الزهور الحولية دي اسمها إيه؟ زهور. أقرب لكم مثال بسيط، الإنسان من الثدييات، وكمان عندك البقر والجاموس والجمال والحاجات دي من الثدييات. يبقى نقدر نقول إن كل إنسان من الثدييات، لكن ليس كل الثدييات إنسان. بسطت لكم المعلومة دي، تمام؟ طيب الورد منه حسب الحجم وحسب الشكل، في منه الشجيري اللي هو يعني بيبقى قائم كده وبيوصل مثلا لارتفاع 2 متر و3 متر، وفي المتسلق، في منه انواع متسلقة وبتبقى جميلة قوي، نقدر نعملها على البرجولات ونقدر نعملها على مداخل المنازل. في عندك النوع القزمي اللي هو بيبقى مفترش كده وصغير وزهرته بتبقى صغيره قوي. ففي انواع كتير من الورد. طيب استعمالات الورد، تمام. اول حاجه عندنا العصير، في عصير الورد ومربى الورد وماء الورد، وعندك كمان العطور بيدخل في صناعته. ففي حاجات كتيره بتدخل في الورد في صناعته. فالورد من يعني انا بسميه ملكة الزهور على مستوى العالم. من أكتر الدول المنتجة للورد عندك بريطانيا، عندك هولندا، عندك أوروبا الشرقية.
وطبعا هولندا عشان ناس عندهم بيفكروا في الاستثمار والكلام ده كله، ففتحوا اسواق واماكن حلوه في افريقيا، عندك كينيا وعندك افريقيا، في دول افريقيا الوسطى بدا ان هم يدخلوا في صناعه الورد، ودي صناعه مربحه جدا جدا. عندنا في مصر مزرعه كبيره جدا لظهور الكات فلاور، في الدول العربية برضو بدأ إن هما يدخلوا في الموضوع ده، بس نظرا لارتفاع درجة الحرارة بتأثر عليهم. لكن صناعة الورد من الصناعات المربحة ونقدر نستفاد بيها في وطننا العربي. يعني عندك دول حلوة جميلة زي دول المغرب العربي، الجزائر وتونس والمغرب، عندك لبنان وسوريا الجميلة والأردن، ممكن يدخلوا في صناعة مزارع الورد والكات فلاور، حاجة ممتازة. لكن للأسف احنا ما عندناش اهتمام بالحاجات دي. يمكن اهتمامنا بالفاشن واهتمامنا بالموضة والأزياء والحاجات اللذيذة ديت أجمل وأرق. طيب نيجي نتكلم على حاجة مهمة قوي، درجة الحرارة المثلى للنبات الورد. أحلى درجة حرارة يعيش فيها الورد من 16 درجة مئوي ل 28 درجة مئوي. معنى كده ايه؟ ان الناس اللي ساكنة في العراق ربنا يبارك فيهم ويحفظهم من درجة الحرارة العالية اللي بيشوفوها في الصيف، فأي مواطن عراقي يقول لي انا زارع ورد ودخل عليا الصيف وتعبان، يحمد ربنا ويسكت. ليه؟ ان درجة الحرارة اللي بتوصل ل 50 و55 و60 تحرق الورد. ففي دولة العراق بالذات، انا بخصص دولة العراق العظيمة ان دولة جميلة جدا، لكن للأسف نتيجة الظروف اللي فيها، ودي ما اقدرش اتكلم فيها، درجة الحرارة بقت عالية تأثر على كل ما هو اخضر في الدولة. فبالتالي في فصل الصيف اراعي فقط الري والتظليل وحماية النباتات اللي عندي. يعني ما حدش يقول انا عايز اعمل اكسار، ما حدش يقول لي انا النبات عندي بيموت ليه، ما هو لازم يموت. لو انت ما حطوش في مكان مظلل، مكان مهيأ للورد، ان انا بقول عايز درجة حرارة كام من 16 ل 28، فلما يبقى عندك 40 و50 و60 ما تجيش تقول لي الزرع بيموت، ما هو لازم يموت. تمام؟ فاحنا نتكلم نقول درجة الحرارة من 16 ل 28 درجة مئوية. طيب لو زادت يحصل ايه؟ يحصل المنظر ده، تلاقي الورق يبتدي يتحروق من الأطراف للداخل، يبتدي يحصل له ذبول، يبتدي يحصل له موت في ارتفاع درجات الحرارة. ده امتى؟ لو حرارة، أنا ما اتكلمتش عن أشعة الشمس مباشرة. طيب النقطة الثانية، الرطوبة الجوية، في فرق بين الرطوبة الجوية ورطوبة التربة. فالرطوبة الجوية اللي هو الجو المحيط بالنبات بأفضل درجة رطوبة من 70 ل 80. طب لو درجة الرطوبة عليت هيحصل له أمراض فطرية. هتلاقي الفطريات، جراثيم الفطريات اللي موجودة على سطح النبات هيحصل لها إنبات، وتدخل تخترق الصخور التنفسية للنبات، وتلاقي النبات كاطلق صفا فطري. يبقى بالتالي الدول الخليج العربي اللي موجوده على البحر زي الامارات وقطر والبحرين والجزء بتاع السعوديه والكويت والعراق وسلطنه عمان واليمن، وندخل على مصر والسودان، المناطق اللي فيها بحار او المحافظات اللي فيها قرب البحر، بيبقى درجه الرطوبه عاليه في فصل الصيف، فممكن يزود لنا الأمراض الفطرية بالنسبة للورد، فلازم أحافظ عليه في مكان مهيأ. طيب لو قلت الرطوبة عن 70 يحصل للورق إيه؟ يبتدي يحصل له برضه جفاف، وتلاقي الورقة تنشف وهي خضراء. تنشف وهي خضراء. ليه؟ أكنك دخلت خبز جوه الفرن، مش بينشف؟ بيتحمص؟ ده اللي بيحصل. يبقى احنا لازم نعرف درجة الحرارة المثلى للنبات الورد اللي انا بربيه. طيب أشعة الشمس، لا يفضل أشعة الشمس نهائيا للدول الخليج العربي في فصل الصيف. طيب لو انت ساكن في شمال مصر،
في شمال العراق، منطقة كردستان ومنطقة شمال العراق. لو انت ساكن في شمال ليبيا وتونس والجزائر والمغرب ولبنان والأردن وسوريا، ينفع يتعرض لأشعة الشمس مباشرة. أنا ليه بذكر إن أنا لقيت إن الناس بتكسل تقرأ، أو لما أجي أقول لازم كل واحد يقول لي بالسؤال اللي عنده. طب وأنا ما أنا بتكلم عام، أنت خدها ووفقها على بلدك. لقيت برضو مش نافع، فبقيت دلوقتي لازم هقول في الحلقة كل الدول العربية. يبقى شمال الدول العربية ينفع يتعرض لأشعة الشمس مباشرة، جنوب الدولة نفسها ما ينفعش، طب دول الخليج العربي كلها ما ينفعش في الصيف أشعة الشمس مباشرة. إن أنا بلاقي دايما على السوشيال ميديا ناس من الفتاوى، لا لازم يتعرض من 4 ل 6 ساعات، لا لازم يتعرض لساعتين، لازم، مش ما فيش حاجة اسمها لازم، في حاجة اسمها النبات أنت ساكن فين. عشان كده دايما بقول لكم اللي يتعامل معايا يقول لي اسمه ودولته عشان أعرف أقول له النبات فين. أنا مش عايز منك حاجة، انا مش عايز منك حاجة، مش هتفرق معايا حاجة، انا يفرق معايا انت مواطن عربي، انت عايش في دولة عربية، يبقى انت فوق الراس. غير كده انا ماليش في المسميات وماليش في حاجة تانية. تمام. بالنسبة للضوء، الورد عشان يزهر عايز ساعات اضاءة طويلة، فبالتالي في الصيف من اول الربيع لغاية نهاية الصيف يبقى معدل التزهير كويس. طب امتى بيظهر النبات؟ لازم يكون حجمه ضخم، يعني النبات يكون كبير ومليان وممتاز وصحي، لإما تلاقي الزهرة ضعيفة بالمنظر ده. شوف الزهرة ضعيفة ازاي؟ شوف منظر دي الزهرة اللي مفوتة اتكلمكم عليها. شوف الزهرة صغيرة ازاي؟ نتيجة ايه؟ ان النبات يعني ظهر وهو مش قوي، فلازم ادي النبات تسميد متعادل حلو من الان بي كي المتعادل مره كل شهر عشان ياخد نمو خضري قوي، ثم بعد كده اتكلم على التزهير في السنه الثانيه او الثالثه كيفما شئت. طيب يبقى احنا كده اتكلمنا بالنسبه للضوء، يبقى التزهير في الشتاء في الصيف اكتر من الشتاء، ده في الدول المعتدله. امال الدول اللي فيها تلج مفيش تزهير في الشتاء، بل بالعكس النبات بيبتدي يسقط الورق بتاعه. طيب بالنسبة للتكاثر، احنا اتكلمنا في الحلقة رقم 33 عن التكاثر، لكن برضه في بعض الناس بيتكلموا على التكاثر بالبذرة. أنا دايما لما باجي بقول لكم على أنواع التكاثر بختار ليكوا السهل والشائع والبسيط، بس أنتوا ساعات بعض الشخصيات بتحب تجيب لنا الحاجات المعقدة، زي يقول لك أنا معايا بذرة ورد عايزك تزرعها لي. أقول لك حاجة بسيطة وأنا ذكرتها في حلقات كتيرة، أي تكاثر جنسي ما بيطلعش نفس اللي انا خدت منه. يعني مثلا الزهره دي لونها روز، خدت البذره بتاعتها مش هيطلع لي روز، وممكن ما يطلعليش نفس شكل الورقه بس هيطلع ورد بس اصنف تاني. ليه؟ ان الزهره اللي اتلقحت تجمع ما بين حبوب اللقاح المذكر والمبيض المؤنث، ففي صفات وراثيه من هنا ومن هنا اتجمعوا مع بعض في البذره، فيفضل زراعة البذور للأبحاث العلمية اللي بتشتغل في التهجينات، أما للزراعة المنزلية عندك نبات من الورد عايز تعمله إكسار زي ما عملت في الحلقة رقم 33 اللي هو التكسر بالعقلة، وبكل بساطة عايز تستعمل هرمون استعمل، مش عايز تستعمل هرمون ما تستعملش. طب إمتى التكاثر؟ في الربيع والخريف. بالنسبة لدول الخليج العربي التكاثر كله والنقل نباتات كله في فصل الشتاء من شهر 10 لشهر 2. ليه؟ عشان الشتاء بتاع منطقة الخليج العربي دافي. إن في ناس كتيرة بتجهل النقطة دي، إلا بعض الأماكن اللي موجودة في دول الخليج العربي اللي فيها برودة زي صنعاء زي أبها زي مناطق معينة كده في السعودية. أنا يعني برضو مهما كان أنا مش كمبيوتر، أنا بعرف ده منكم أنتوا لما بتتجاوبوا معايا ونسأل مع بعض وندخل مع بعض في حوار. طيب بالنسبة للتكاثر بالبذرة هديكم كده طريقة مبسطة. البذرة أنت بتاخد إمتى؟ بتاخدها لما الزهرة تتلقح وتصبر وتقع والثمرة تبتدي تكبر وتكبر، وبعد كده يبقى لونه أخضر، وبعد كده تبتدي تحول لونها لغاية اللون البني الغامق استوت.
نشفت اخدها اطلع البذره، امسك البذره افصصها واطلع البذره بتاعت، احطها في اغسلها كويس تحت الميه وانقعها في مده يومين، وكل 12 ساعه غير الميه، وبعد كده اخدها احطها في منديل مبلل واحطها في التلاجة من تحت تقعد لمده شهر، وكل اسبوع كده او كل 3 4 ايام افتح اشوف فيه بلل في المنديل ولا لا، لو مفيش بلل احط نقطتين ميه واحط في ترك التلاجة، بعد شهر باخدها. ليه؟ ان انا دخلت البذره كاني انا دخلت البذره في فتره البروده بتاعت الشتاء عشان ادفعها للانبات، بعد كده باخد البذره بحطها في التربه بتاعتي اللي انا محضرها زي ما انا عملت في خلطات التربه، ولكن لا يفضل يكون في سماد عضوي، نحطها في التربه نرويها ونكيسها ونحطها في مكان مظلل لمده شهر ونص، يعني معنى كده من ساعه ما انا احط البذره لغايه لما تنبت شهرين ونص، شهرين ونص تمام، ونحطها في مكان مظلل، اي تكاثر جنسي او خضري يكون في المكان المظلل، شمس مباشره لا، مكان مظلم لا، مكان مظلل اللي هو زي ما انا واقف كده مفيش شمس ضاربه فيا تمام. طيب بالنسبه للتسميد احنا قلنا النبات عشان يبقى قوي لازم اديله ان بي كي، ان بي كي متعادل عشان يدي هيكل قوي، بعد كده اسيبه ليزهر. طيب لما ظهر نبات ظهور قبل ما يكون نموه كويس اسيب الزهره ولا اشيلها؟ دي ترجع لك، عايز تسيبها زي دي سيبها، عايز تشيلها شيلها، ما تعقدش الامور، الدنيا سهله وبسيطه. طيب بالنسبه للتربه، التربه اي تربه تنفع، لكن يفضل حاجه مهمه جدا، انا بقول لكم الحاجات الصغيره اللي الناس تجهلها، الورد لا يحب التربه القلويه ولا يحب التربه الحامضه، فالناس اللي بتيجي تحط لك رماد ما ينفعش، قشر بيض ما ينفعش، الحاجات الخزعبلات ما ينفعش، هو عايز وسط متعادل. طب اعمل ايه؟ اغمض عيني كده واقول جميع انواع التربه اللي موجوده في الوطن العربي تربه قلويه، فالمفروض ان انا احولها لتربه حامضي او شبه، او قصدي متعادل او شبه حامضي. طب اعمل ايه؟ استعمل الاحماض الامينيه، احنا قبل كده قلنا عندك ملح الانجليزي وعندك ملح الليمون وعندك الهيوميك اسيد تمام، نستعمل مره كل نقول السنه فيها 12 شهر، كل 4 شهور نحط مقدار بسيط من الاحماض عشان نوزن التربه. طب التربه ايه؟ ايا كان نوعها. سهلنا المواضيع، سهلنا المواضيع، يبقى كده عرفنا كل حاجه. طب التقليم، دي بقى نقطه مهمه دلوقتي، انا عندي الزهره اهي، الزهره اهي طلعت، بالمناسبه بس اقول لكم حته صغيره، بما اني معايا الزهره دي، امتى بجمع الزهره عشان احطها في الفازه جوه المنزل؟ اجمعها في الحجم ده ولا في ده ولا ده؟ لا اجمعها ده، دي اسمها ايه؟ بتله، بتله، فلما يبقى عندي تفتح بتلتين يعني ادي 1 2 بالشكل ده، ابتدي اقص من تحت، يعني مثلا الفرع اهو، والله مثلا ايه نسيب مثلا نقول ايه ننزل كده الكاميرا شويه، نقول مثلا اهو نقيس شبر ونقص من هنا ونحطها في فازه عندنا، الفازه فيها شويه ميه لا اكتر ولا اقل، شويه ميه نغيرها كل يوم وانتهى الموضوع، ممكن تقعد معايا الزرع لمده اسبوع 10 ايام حسب اهتمامي، واحطها في مكان مضيء باضاءه جوه المنزل، لا يكون في تيارات هواء ولا قدام المكيف ولا الكلام من ده. طيب يبقى احنا كده اتكلمنا على القطف الزهره عشان احطها في الفازه. طيب لو انا سايب النبات عليه الزهور، اهم نقطه لما الزهره تخلص بالمنظر ده كامل التفتح قصها منين؟ ادي ورقه الثانيه الثالثه، نيجي عند الورقه الخامسه ونقص. ليه؟ عشان نخلي النبات يقوى، ان في نقطه ان الثمره لما بتتكون بتمص العصاره وتمص الغذاء اللي في النبات، فالنبات يبقى ضعيف. ففي ناس تقول لك انا بسيب الزهره وبعد كده النبات الورد ضعيف عندي، اقول لك ما انت بتسيب الزهره لغايه لما تخلص وتعمل عقد
انت كده كده مش عايز البذرة، ما تطمعش في البذرة، انت ليك الوردة الجميلة الحلوة اللذيذة والريحة الجميلة. في بعض الناس تقول لك ايه، والله انا نفسي بعد اذنك زودت لي الريحة. احنا مش شغالين في محل عصير، كل نوع نبات وليه قوة الريحة بتاعته. في ناس تقول لك اصل كنت انا شاريه ريحته حلوة، بس لما حطيته في البيت ريحته وحشة. اقول لك مثال بسيط، انت لما تيجي تاكل الجرجير، وساعات تجيب الجرجير تلاقي طعمه كده حراق وحلو، وفي ساعات تجيب الجرجير كده كأنك بتاكل في اللين. ليه؟ ترجع للمية، النبات لما يكون عطش شوية المادة بتاعت الرحيق تتركز. وكمان ساعات اليوم في الصباح الباكر بتكون الريحة حلوة قوية، على نص النهار بيبقى مفيش ريحة، على آخر النهار خلاص ريحة بسيطة. ليه؟ الجو بخر الرحيق، النشاط الحشري بيكون الصباح الباكر يا اما اخر النهار، مش في عز النهار، فتلاقي تركيز الرحيق على حسب ده. طيب الرحيق بيجي عن طريق قوة النبات وحجمه وغذاء بتاعه، فلازم نبقى محترمين الحتة دي. طيب بالنسبة للتقليم، في عندنا تقليم سنوي اخضر وتقليم سنوي جاف. يعني ايه اخضر وجاف؟ يعني احنا عندنا السنة في فصل الخريف هقلم. هقلم ايه؟ هقلم، ادي مثلا عندي النبات اهو، بسيب على النبات فرع اتنين تلاتة او اربع افرع، اختار القوي المتين واسيبه، وبقية الافرع اشيلها. ليه؟ عشان يدخل الاضاءة، يبقى النبات متهوى، مفيش كتمة، مفيش الحاجات دي. اسمه ده ايه بقى؟ تقليم اخضر، عملته في الخريف نهاية الصيف. التقليم الجاف أعمله في نهاية الشتاء، نهاية الشتاء. والسمة جاف إن النباتات بتكون مسقطة أغلبية أوراقها في فصل الشتاء سكون، فأجي أعمل أشيل بقى الأفرع المكسورة والأفرع الجافة والكلام ده، وأخلي النبات بيتربى على إيه؟ تلات أربع سيقان حلوين، على ارتفاع نقول مثلا إيه؟ النبات نخليه على ارتفاع 60 سم 40 سم ونربيه كويس. يدخل علينا الربيع، نموات قوية متغذي كويس بالتسميد اللي احنا قلنا عليه بكل الحاجات اللي اتكلمنا عليها في الحلقة، يبقى النبات حلو وجميل ومفيد. أخطر الأمراض اللي بتيجي للورد الأقاروس. الأقاروس، عشان كده لازم دايما نبص على السطح السفلي للورد، لو لقينا في نقط حمراء صغيره بيكون معايا عدسه مكبره، لو في نقط حمراء صغيره بتتحرك كده او صفراء يبقى ده اسمه اكاروس. لازم ارش مبيدات الاكاروس زي الفيرتيميك وابامكتين والماجستر، اي مبيد اكاروسي حسب الدوله اللي انت فيها. اوعى تقول لي فلفل وشطه وكمون، اوعى تقول لي حط صابون، اوعى تقول لي حط اكتيلك وتايم سويت والكلام ده، لا، مبيدات اكاروسيه. مبيدات اكاروسيه من اخطر الامراض الفطريه، الريزوكتونيا والفيوزاريا، نتيجة كتر المية، كتر المية يعفن النبات. رجاء ان انا النهاردة كلمتكم عن الورد، عرفنا كل حاجة عنه من اول تاريخه القديم لغاية النهاردة، ورجاء تكون حلقة مفيدة للمجتمع العربي. واي استفسار انا معاك، ولو اتأخرت عنكم فبيكون خارج عن ارادتي، وبالتوفيق ان شاء الله للمجتمع العربي، واكون وضحت النقط الغامضة في تربية الورد. تحياتي لكم جميعا، ومع ألف سلامة.